شعبية ربما وائل عباس، وهناك من يعتبر أنها ليس لها أي تأثير، وإذا كان من يتحدث عن هذا التأثير فهو غير منطقي، كلام غير منطقي على حد قول عبد الرحيم علي خبير الحركات الإسلامية. وأقتبس ما قاله، قال يعني يتحدث عنكم أنتم شباب المدونات والفيسبوك أن فكرتكم عن التغيير احتجاجية أكثر منها فاعلة في التغيير، وبل ذهب إلى وصفكم بالسذاجة. ما تعليقك؟ لا، هي مش سذاجة خالص، لأن هو الشباب المصري ظل لفترة طويلة مهمش ومهاجم من قبل الدولة ومن قبل الإعلام، لكن هو أكثر فئة بتوعي في الشعب المصري، هو الفئة اللي مش لاقية تتجوز، هي اللي مش لاقية تسكن، هي اللي مش لاقية وظائف علشان تكفل نفسها، هي اللي بتهتم في نوعية الموسيقى اللي بتسمعها، نوعية الكتب اللي بتقراها، توجهاتها الدينية. هم أكثر ناس مظلومين، وهم أكثر ناس ليهم مصلحة في حدوث تغيير في البلد، في وفي ارتفاع على مستوى الحريات وحرية التعبير، بالعكس ما يقوم به نشطاء الانترنت والمدونين والشباب المستقل الذي يتهم بالسذاجة والذي يتهم بأنه غير مسيس وأنه ليست له أجندة. هو بيساعد جميع الفصائل الأخرى على ممارسة الدور السياسي بما فيهم الإخوان المسلمين، بما فيهم اليسار، بما فيها الصحافة المستقلة والحزبية. يعني وانا ازعم ان احنا قطعنا شوط كبير في اننا نكون عامل حفاز لاكتساب هذه الفئات حرياتها في التعبير وحرياتها في الممارسه السياسيه. هل فعلا عبد الغني عندنا؟ نعم، يعني اريد ان اسمع من الشيخ عبد الغني، هل فعلا يعني تعتقد ان هناك شوط كبير قد قطع، وان المؤسسه السياسيه تستمع للمدونين كما يحدث في الغرب؟ هل بدأ يعني المشوار في مصر؟ أعتقد أنه أنا أتفق كثيرا مع مقالته زميلة الأستاذة أمينة، وأيضا مقاله المدون والصحفي وائل عباس. أولا يعني دعونا نحتفي بهذه الظاهرة، من يتفقون معها ومن يختلفون معها، هذه ظاهرة تعكس أن الشباب في مصر مهتم بالحياة العامة، وكما قال وائل منذ قليل هذا الشباب ليس كما يقال شباب تافه، شباب عاجز، هم أصحاب المصلحة في المستقبل، وبالتالي دعونا نحتفي بهذه الظاهرة. أعتقد أنها ظاهرة مهمة وظاهرة جميلة أيضا بغض النظر عمن يتفق أو يختلف. تعتبرها ظاهرة صحية؟ ظاهرة صحية، أولا لأنها من أصحاب المستقبل كما قلت، ثانيا هؤلاء الشباب زي ما قالت الست أمينة ليسوا هم تعبير عن تيار سياسي معين، هم لا يطالبون بإسقاط نظام الحكم، هم لا يطالبون بالهجوم على الرئيس أو على أشخاص معينين في الحكومة، هم لو تلاحظ هم مرتبطين بالقضية الاجتماعية زي ما قالت أمينة خيري، هم سر كبير للنجاح منهم كانوا يتحدثون عن مطالب واقعية، يتحدثون عن غلاء الأسعار، عن ربط الأجور بالأسعار، وبالتالي اكتسبوا لمطالبهم شعبية كبيرة. هم لم يفعلوا كالقوة السياسية، يطرحون مطالب كبرى ويعجزون تماما عن تحقيقها. لابد أن تعرفي ليلى أن هؤلاء الشباب هم نتاج الحراك السياسي الذي عرفته مصر في أعوام 2004 و2005 وجزء من عام 2006، وهم شاركوا بدرجات مختلفة مع حركات كفاية وشباب من أجل التغيير وأدباء وفنانين من أجل التغيير، وعندما سدت طرق التعبير السياسي في الشارع وحدث نوع من أنواع التراجع لهذه الحركات بسبب إجراءات من الدولة وبسبب ضعف في هذه الحركات، هؤلاء الشباب أثبتوا أنهم ما زال لديهم القدرة على ابتداع أشكال جديدة، يتحدثون عن طريق مواقع الإنترنت، عن طريق التدوين، عن طريق الفيسبوك، عن طريق الموبايل والرسائل القصيرة، هم يبتدعون وسائل جديدة، وهم لا يمكن أن يدعي أحد أنهم محسوبون على الإخوان أو على الناصريين أو على الشيوعيين أو على الحزب الوطني أو على كفاية، حتى هم نتاج ظروف المجتمع المصري ومشاكله، ولا يمكن تصفهم منهم، هم بعضهم من الحزب الوطني، بعضهم من الإخوان. وأنا أعتقد أن هذا الجيل يقدم لنا أملا كبيرا في أنهم يستطيعون ابتداع وسائل الاهتمام بحياة وطنهم وبحياة مجتمعهم وبقضاياهم هم. وسائل جديدة تسمح لهم بهامش كبير من المناورة والتخفي. نعم. يعني فرق كبير أمينة خيري بين ما كان يحدث في السابق، استخدام المنشورات وما إلى ذلك، هذه كان أمور يسهل نوع ما فرض الرقابة عليها. الآن نتحدث عن رسائل إلكترونية، نتحدث عن مدونات، الكل يعني يمكن
يمكن يستخدمها الملاحقة صعبة. لذلك عندما يقول جهاد عودة عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني يقول أن دعوات الإضراب على الإنترنت لا تشكل أبدا أي خطورة على أمن مصر أو على نظامها. مصر بلد كبير لا تتأثر بمعارضة على هذا الفضاء إذا كانت مصر الدولة الوحيدة كما قال التي اقتلعت إرهابا استمر 20 سنة من جذوره في كل أنحاء مصر. فهل تهتز من مواقع إلكترونية؟ ولكن يعني هذا الفارق اللي تحدثنا عنه فرق كبير بين مثلا استخدام منشورات وبين استخدام رسائل إلكترونية. نعم. هل هناك يعني أنا الملاحقة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. ماذا يعني؟ هل يعني أنه سيتم ربما إغلاق مواقع الفيسبوك، إغلاق المواقع؟ نعم. هل هذه الخطوة القادمة التي ستقدم عليها مصر؟ لا أعتقد أنه يتم إغلاق مواقع مثل الفيسبوك لأنها ستكون فضيحة كبرى، ولكن مثل ما حدث في الدعوة لإضراب 6 أبريل أنه هو تم إلقاء القبض على عدد من الشباب وعلى رأسهم يمكن إسراء عبد الفتاح التي قيل أنها الداعية الرئيسية إلى القيام بهذا الإضراب، وكلنا يمكن عرفنا وقرأنا ورأينا على شاشات التلفزيون أن إسراء تمثل يعني يمكن نموذج تمثلهم ملايين الفتيات الشابات المصريات تنتمي إلى طبقة متوسطة متعلمة تعمل في وظيفة لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بالإنترنت، ربما يعني لها علاقة بالشركات الكمبيوتر وما شابه، ولكن تم القبض عليها. أعتقد أنها كان ربما نوع من زي ما بنقول في مصر قرصة ودني، يعني ربما أنها تبقى عبرة لمن تسول له نفسه دواء لمثل هذه الإضرابات أو مثل هذه الاحتجاجات. ده أعتقد أنه هو يمكن يأثر كمان على دواء الإضراب الرابع من مايو، ليس من حيث الشعبية والانتشار ولكن من حيث المشاركة في هذا الإضراب ولو حتى بالتعبير عن الرأي كتابة، وزي ما شوفنا يمكن في إضراب 6 أبريل ان في عدد كبير من المصريين مش من الشباب فقط ولكن من المصريين ربما في الأربعينات والخمسينات من العمر كانوا على الأقل متضامنين نفسيا وذهنيا مع فكرة الإضراب. ده أعتقد ببساطة فكرة الملاحقة لا أعتقد أنها واردة، ولكن مش إغلاق منافذ الإنترنت تماما لأنه يصعب جدا إغلاق مثل هذا المنفذ، لأن الإنترنت أنا في رأيي أشبه بالأرض الخصبة المكتشفة حديثا، يعني إحنا ممكن نستخدمها في آلاف المشاريع وآلاف الأفكار والآراء، واستخدامها من قبيل بعض الشباب مثل الفيسبوك للدعوة لمثل هذا الإضراب أو للتعبير عن الرأي أو لنشر بعض الأفكار أو بعض الأغاني وبعض الموسيقى التي ألفها الشباب خصيصا للتعبير عن آرائهم الاجتماعية التي والآرائهم السياسية أيضا التي كان من الصعب جدا التعبير عنها من قبل. أعتقد أن هذه الفكرة أكثر من ممتازة وتماما زي ما قال الأستاذ حسين فكرة صحية جدا وبتعطي الأمل فعلا في أن هؤلاء الشباب عندهم القدرة عندهم الرغبة إن لم يكن في التغيير فعلى الأقل في التعبير عن وجهة نظرهم وتعبير ربما عن نوع من الاحتجاج على الأوضاع الراهنة. نعم. ويبقى السؤال يعني ما هو التأثير هذه المدونات على النخب السياسية التقليدية في مصر؟ أرجو أن تبقوا معنا، سأخذ فترة قصيرة.